هذا مثال حي ديال داكشي اللي كنسميوه حنا الاشتغال من البطن او من الهرم. كما قلت سابقا كتابه، ابتداء من اي وضعيه او من الانسان كيتقلق، يعني كنجر الانسان عندنا كنجروه دائما الوسط ديالنا، ما تنجروش الانسان بحال هكذا راه ما عندناش القوه. اذا بغينا تكون عندنا القوه خصنا نديرو بحال هكذا. شي حد كيفتح زجاجه راه كيفتحها بحال هكذا، كخصنا نتقواو بحال هكذا باش نلقاو القوه هنا في الوسط. وكذلك هو المثال في تقنيه الكاراتيه، ناخذ مثال ديال الحركه دائريه. شوفوا دائما باللي الناس تقوموا بالطريقه هذه راه كيديروا هكذا. من هنا الى شي انسان بلوكا ديالي راه صعيب عليا باش ندير الحركه. مثلا الى درنا بحال هكا شي حد مشبر لي اليد ديالي، صعيب عليا باش ندير حركه دائريه. هنا في المحاوله ديال الدوران بالوركين خصنا نحاولوا باش نديروا هذوك الدوران العمود الفقري، ماشي هكذا الوركين خاصهم اللي هما خصهم. خاصنا نحسوا من داخل لا كولون فيرتيبرال والباسان يكون مرتفع، الى نحسوا من داخل بالعمود الفقري اللي تيدور من داخل وتيدير كويك، تيدور كويك. وهذه العمليه غادا تخلق الحركه مع الضغط على الارض، وهذا الشيء هذا الدوران ديال الكولون فيرتيبرال هذا الشيء غينفعنا من بعد في تسديد التقنيه. حتى في الحركات الدائريه اذا درنا بحال هكذا راه تيبقى واحد الفراغ في الكتف اللي هي ما ناقصهاش مع الحركه باكملها. في الحركات الدائريه كنحاولوا باش تكون قريبه من الجسم بزاف، باش تكون قريبه بزاف من الجسم. كنقوموا بالدفع دفع دفع دفع، ثم في الاخير كنعطيو اتجاه ديال التقنيه. اذا راه في الاخير في الاخر ديال التقنيه باش كنعطيو الاتجاه ديالها. اذا درنا مثلا اركيدزوكي هكذا كنقوموا بها. الى حطينا اليد الاخرى فوق اليد اللي غادير اركيدزوكي صعيب باش نهزو اركيدزوكي الفوق. الى بغينا تكون القوه في اركيدزوكي خصنا ندفعو هكذا او على فا نعطيو لا ديريكسيون نعطيو الاتجاه. كنشوفوا هذا الخطا كثيرا في اركيدزوكي مثلا في كاتا انتي عند كاراتيك. اذا خاصنا نقوموا بعمليه هكذا الضغط هكذا على الارض دوران على الوركين هكذا وندفعوا القوه الى الامام وعاد نبينوا الاتجاه ديال بحال مثلا هنا. اذا الانسان من هنا باش نقوم بالحركه نقدر نزع 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 لانني رانا باقي في ذاك المنهج الباقي ديالي. اما بحال هذا الشكل هذا ما يمكن ليش. بالنسبه للبلوكاج مثلا اوشيوكي تنقوموا بالحركه هكذا، ولكن الا شي واحد شبر لنا الدراع ديالنا امبوسيبل وغادي نضرو من الكتف ديالنا. كخصنا نديرو بحال ساموراي اللي غادي يجبد السيف ديالو، غادي ندفعو بالفونتر غندفعو بالفونتر نقوس نقوس كندفعو وعاد ديك الساعات نديرو التيك. اذا نقوموا بالضغط هكذا نضغطو مزيان وعاد ندوزو الحركه غادي تدوز بهذاك الضغط. في هذه الحاله اوشيوكي كدار الطريقه صحيحه، ويمكن لنا ديك الساعات غير ندورو الدوران ديال المرفق. اما الدوران ديال المرفق اوشيوكي من اسفل الاعلى راه هذيك الطريقه ماخذ، لان ما كتستعملش في المجال ديال التخطيط ديال القوه. الا درنا مثلا اركيوكي راه تعمل نفس الطريقه. اذا اكتفينا غير باش نهزو الدراع الى اعلى راه ما كافياش. الى شي حد مثلا حط يدو فوق دراعنا اركيوكي راه ما غنقدرش نديرو اركيوكي. ملي تنهزو دراعنا في اركيوكي راه تنخلقو واحد الفراغ تحت الاب، واذا الانسان برك على دراعنا من الفوق راه تنتحملو هذاك الضغط ديالو وكيجينا ضرر. اذا في هذه التقنيه كخصنا نقومو بواحد الضغط الى اسفل وفي نفس الوقت رفع الذراع الى الاعلى، وعاد في الاخير المرفق تيدور مع الدوران ديال الورك من طبيعه الحال، ومنهزوش المرفق ديالنا الى اعلى جدا، بل في القياس ديال القياس الكافي للتصدي للهجوم. اذا خصنا ننتبهوا جيدا للطريقه ديال الحركه. واحده من الكاتات ديالنا اللي هي انسو فيها حركات كبيره بحال هذا الشكل. واحده من هذه الحركات هذه هي بلوكاج. هنا يمكن لينا ندفع، هنا يمكن لينا ندفع، يمكن لينا نهبطوا بالحركه. اما بهذه الطريقه هذه فالحركه غتكون واسعه بزاف، كما تيقول الاستاذ فوناكوشي اوبامو يعني على اقل تقدير. بهذه الحركه هذه الى الانسان حط يدو على يدينا وغادي من هنا باش نديرو الحركه غتكون صعيبه علينا. اما الدفع بهذه الطريقه غيكون اقوى، غيكون فيه القوه. ملي كنحسو بالضغط فوق في الهره وكنحسو بالارتباط من الفوق والتحت الهره كيتجمع، وديك الساعات يمكن لينا نستعملو القوه الاتيه من الارض. القوه ديال الدفع نحو الارض كنحس بها برجلي، الى زدت رجل وحده كنحس برجل اخرى كنحس بهذيك القوه. ولا ما بقيتش فلاكس العام
عمودي، ديك الساعات ما كنبقاش كنحس بالقوة ديال الدفع والقوة اللي آتية من الأرض. نفس الشيء تيكون في تقنيات الرشد بالرشد، وبالأخص الورك ما كيكونش في الخط العمودي، بلاكس العمودي. نفس الشيء بالنسبة للتقنيات بالرجل، اللي كنرفع الجنو الركبة كنخسر الرجل الأخرى تبرك مزيان على الأرض ونحس بها بأنها التصقت. إذا شي حد مثلا منعني باش نهز الركبة ديالي حتى يدو فوق الركبة ديالي، غادي نزيد نبرك على الأرض بالرجل الأخرى باش نهز هذاك الجنو اللي هو حابسه، وديك الساعات تنهز الجنو ديالي والكو دو بي تيمشي. بالنسبة للرجل ديال الاعتماد، لو بي دابوي، هذاك الرجل مخصوص يتزعزع من المكان ديالو، مخصوص يتزعزع أو يتحرك مع الرجل اللي غادي تقوم بالتقنية ديال الرجل. إذا الرجل ديال الاعتماد تحركات مع الرجل اللي غاتقوم بالحركة، راه معناه أن الرجل ديال الاعتماد لو بي دابوي ما كيعطيهاش القوة لهذيك الرجل التانية. إذا رجل الاعتماد كخصها تبقى ملتصقة مع الأرض وتبقى عمودية، ثم أن رجل الاعتماد كتدفع، كتاخذ القوة من الأرض وكتدفع باش عاد كتمشي هذيك القوة للرجل اللي غدير الحركة. أنا الآن في المنزل قبل ما نمشي للتدريب، ولذلك ما عنديش اتساع باش نوريكم مزيان التقنية. المهم ولا بد من هذاك البالونسمون، ولا بد من الالتصاق ديال الرجل الاعتماد على الأرض. هذا الشيء تيطبق على أي تقنية بالرجل، سواء كانت مايغيري أو ماواشيغيري أو كينغيري. مايغيري فويتي، واحد المبدأ آخر اللي كنستعملوه في الكاراتيه تراديسيونيل التقليدي، وهو مبدأ تحقيق الضغط على الأرض. إذا كانوا الوركين مدافعين إلى الوراء، ما يمكن ليناش نقوموا بالضغط على الأرض أو بتسديد التقنية. خصنا ضروري من الوركين نطلعوهم إلى الأمام ريتروفيرسيون ديباسان، ونكونوا مستقيمين، يكون العمود الفقري مستقيم، وهذا هو الاصطفاف الصحيح، لالينيومون نورمال، الاصطفاف الصحيح. يمكن لينا ندخلوا شي شويه الطقم ديالنا الى الوراء. في جميع التقنيات غادي نستعملوا عمليه الارتجاج، فيبراسيون، ارتجاج مصحوب بالضغط على الارض، وهذا الامرين هادو هما اللي غادي يخلقوا لنا قوه اللي غادي نعطيو للتقنيه اللي غنديروا بها التسديده. كل تقنيه كيف ما كان نوعها خاصها تبدا اولا بواحد الضغط على الارض، خاصنا نقوموا باهتزاز او ارتجاج، وفي نفس الوقت انقباض والضغط على عضلات البطن، وذلك من اجل ربط اسفل الجسم مع اعلى الجسم. هذه المساله نقدروا نفهموها بان الانسان كيضربنا البطن، فنروح مثلا نقوموا بالانقباض ديال عضلات البطن ومع الضغط على الارض، وديك الساعات ما كاين حتى شي مشكل. اما في حاله الا اكتفينا غير بالانقباض ديال عضلات البطن وما درناش الضغط على الارض، هذيك التسديده ديال السيت اللي غادي يعطينا البطن غادي تالمنا، بالاخص الى قام بنفس القوه في التسديده، اذا غادي نطيحوا ديك الساعات. اذا المهم بالنسبه لنا باش نحافظوا على هذاك الضغط في كل وقت، اذا هو شيء مهم باش نحافظوا على هذا الضغط. اذا في كل عمليه خاصنا نقوموا بالضغط وبالارتجاج او الاهتزاز، وهذه العمليه هي اللي غادي تخلق لنا القوه، يعني بحال واحد النفاخه كبيره عامره بالماء، وكنثقبوها والماء كيخرج لواحد الاتجاه معين. اذا نفس الطريقه بالنسبه مثلا الى غادي نجبدوا الانسان عندنا هذيك القوه، راه ديك التسديده اللي غادي نديرها تسديده خاصها تكون ثاني بحال نفس القوه ديال اللي غادي نجبدوها عندنا. بما ان العمليه ديال السحب ديال الشخص غنجربوها عندنا كتكون عمليه طبيعيه قويه، راه كذلك التقنيه اللي غادي تخرج خاصها تكون حتى هي طبيعيه وقويه كما اللي غادي نجبدوا عندنا، نفس الطريقه. اذا دائما تكون لا بريسيون على الارض، والورك يكون مرفوع الى الاعلى ريتروفيرسيون، ولكن ما خصناش نبقاو نطويو رجلينا في كل مره، لا ما مزيانش، ما خصناش في كل حركه نبقاو ننزلو ونهبطو، لا، الكتفين يكونوا هابطين شي شويه ومكونيكتي مزيان مع الجسم، مع دائما الضغط على الارض والاهتزاز فيبراسيون. دائما كندفعو نحو الارض، كنقومو بالعمليه كنتبعها ارتخاء، عاوتاني ضغط على الارض، قوموا بالعملية ارتخاء، وهكذا. ماذا نسيت أن أذكر؟ يقول الأستاذ نرجع للدوران، لدوران الورك. يقول الأستاذ الأمر سهل، إذا عملتي هكذا الذراع غادي يجر الباقي وليس العكس. ندفع مع الضغط على الأرض والتقنية تنطلق، خصنا نحاول نحسو باللي داخل الحوض هو اللي كيشغل وكيخلق بقية الحركة،
وليس بدوران الوقت. صعيب باش نحسوا بهذا الامر، ولكن خصنا نركزوا على ما نحس به داخل الوركين. عظام الحوض خاصهم يتبعوا العمود الفقري في الحركة. مثال رفع الركبة، العمود الفقري ترتفع وليست الركبة هي اللي ترتفع وتجر الحوض معها. في مايغيري راه العمود الفقري هو اللي ترفع الركبة، ماشي الرجل هي اللي تجر باقي الجسم، ماشي الرجل هي اللي كتجر الجسم، بل الورك هو الذي يقذف بالرجل. مبدأ آخر يقول الأستاذ وهو مضلع الدعم على الأرض، واحد الشيماء على الأرض، ومعناه حدود اللحظة اللي غادي يسقط فيها الجسم إلى الأمام إذا اجتاز ذلك المضلع. أمر خطير أن نجهل هذا المبدأ، بذلك نعرف حدودنا في التسديد. ملي كنشتغلوا في الكاراتي مع التحرك لا يجب فقط السيطرة على الجسم، مثلا أمام بركة من الماء لم نراها، نقدم رجلنا ثم نرى البركة ونسقط فيها. ما هي في مايغيري مثلا؟ نضرب ثم نسحب ثم نضع الرجل ثم نسدد باليد مع الضغط بنفس مكان وضع الرجل. لا يجب الدفع بكامل الجسم إلى الأمام، وإلا الجسم سيندفع بدون فائدة وسيقوم الخصم بالتصدي. يجب الاحتفاظ بالضغط على الأرض لتحقيق التفاعل مع قوتها واستعمالها، أي هذه القوة في التسديدة، مع الاحتفاظ على الضغط على الأرض لاستقبال القوة المضادة للخصم عند الحاجة. بهذه الطريقة لا نندفع إلى الأمام. نضع الرجل إلى الأمام ثم نسدد مع الضغط على الأرض. نفس الشيء مع أي تقنية، مثلا مايغيري أو يوكوغيري، التسديد ثم رجوع الرجل ثم التسديد باليد. مثلا في هي النيدان ندفع بالرجل ثم نرجعها لمكانها، هذا في يوكوغيري، نرجعها لمكانها ولكن ليس عشوائيا، كأنها كتسقط على الأرض، بل عندما نرجع الرجل يجب تني الرجل الأخرى يرتبط. أما هذا الرجل اللي كانت ترتفع فهي تدفع إلى الجانب أو الوراء إلى الجانب، لكي أكون أنا الذي أقرر القيام بشطوكي وليس سقوط وهبوط رجلي قبل شطوكي. دائما في يوكوغيري يجب التحكم في اصطفاف الجسم مع الرجل وليس انحناء الظهر إلى الأمام، مما يعني إفقاد التوازن. يجب جمع الجسم على رجل الثبات والدفع بالرجل الأخرى قبل شطوكي. يجب تسليح شطوكي في وسط الجسم وليس في الأعلى، حيث يكون الكتفين ضعيفين أمام أي مقاومة من أي شخص. يجب الدفع بتقنية شوتويكي بالتوازي مع نهاية يوكو جيري. نجد السلاسة عندما تنتهي تقنية ونستغل ضغطها لتهيئ التقنيات الموالية، مع الاحتفاظ بالضغط لتأدية التقنيات المختلفة. الاحتفاظ بالضغط يتيح لنا القيام بتسلسلات تقنية. كلما احتفظنا بالضغط على الأرض بريسيون نستطيع أن نحافظ على السلاسة. سنرى ذلك في الفرصة المقبلة، يقول الأستاذ. Ok, on verra la prochaine fois. Passe.